المسائل الثلاثة. سي مسألك أم دغازن سر خبردن. المسألة الأولى. مسألة يكي. الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالربوبية وبالأسماء والصفات. قريك أم بزام كن رب عالمي هم ربوبيتي دا هم اسم وصفاتي خدا قري تكبي قرتني دا. المسألة الثانية. مسألة دا. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. أم قريب بزمن كي مسألة دودا تقري رب عالمي عباداته قش كده تك بقري رب عالمي بيشتري تكسير عباداتك. المسألة الثالثة. مسألة سيسيا. لابد أن المسلم يتميز عن الكفار. مسألة سيسيا قريب مسلمانك فرقوي إش كافرة قريها وقري إش خوف كافرة تميز يعني فرق لبقرة. لا يكون كالكافرين في لباسه. قري قدي كافراني وكنجي خدا. في اعتقاده. إنان جا خدا. في كل شيء. هر تشتيده قري قدي كافرانين به. لكن هل معنى هذا أننا نقتل الكفار؟ هل معنى في أطي سر يوكي أم قري كافرة بكجن؟ لا نفي لهم بالعهود. أم قري ونرى زرار بدن؟ لا نفي لهم بالعهود. أمي ونرى ناكجن ونرى قتل ناكن. ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في عياد في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع. سر واجي أم تاب إيشي واني شركيات جنيوان بيسي وان نوفن.